فالعرب كان فيهم مكارم الأخلاق ما فيهم، لكن لم يكن يملكون مشروعا حضاريا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث الله نبيه نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام أصبح العرب يملكون مشروعا حضاريا سادوا به في الأمم. ولذلك ينبغي أن يعلم أن العرب هم مادة الإسلام، وأنهم أصله وحماته، وأن وجودهم وجود للإسلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من الفتن قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. فلما قال ويل للعرب لأنهم هم مادة الإسلام، فالإسلام خرج من جزيرة العرب على أيدي العرب. ولذلك في مما يروى في مولد النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك الرائي في الفارس أو في غيرها رأى خيلا عرابا تقودها جمال سعاب، ففسرت الجمال بالعرب والخيل بالفرس، لأن الخيل وإن كانت موجودة في العرب إلا أنها كانت قليلة، لكن الجمال والنوق كانت هي مراكبهم الأولى، ففسرت بأن العرب يقودون الحضارة. وكان ذلك بعد بعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا حق لا يمكن إنكاره. ولذلك محاولة بعض الدول الزحف على الأمة العربية وتبديل معالمها وحضاراتها هذا أمر لا يكون، هذا شيء ولد ميتا لا يمكن أن يقع. فهذه الأمة العربية بما ستحدثهم؟ القرآن عربي، الصلاة الله أكبر بالعربية، الفاتحة بالعربية، فلا يعقل أن أحدا من الأمم يطمع يوما من الدهر أن يمحو حضارة العرب، هذا شيء لا يمكن أن يقع، ومحاولة صنعه نوع من الجنون، كمن يبني قصرا على الرمال. والله عز وجل قد كتب أن دينه ينشر أول ما ينشر على أمة العرب، ثم الناس في الأمر سواسية، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن يمكن لأي داخل للإسلامي أن يسهم بحضارته أيا كان عرقه في حضارة هذه الأمة، حضارة الإسلام، كما نجد في المحدثين والفقهاء والأدباء وغيرهم من أهل الصناعات، كلهم من أعراق شتى، لكنهم علموا أن المطية الكبرى أول الأمر الاندماج في الحضارة العربية، الاندماج في الحضارة العربية والتسليم بأن الله عز وجل كتب أن يكون النبي عربيا، فأمته أولى من غيرها بأخذ زمام هذا الأمر، أولى من غيرها بأخذ زمام هذا الأمر. ولهذا قال الصديق رضي الله عنه أرضاه للأنصار يوم السقيفة أنهم هم قوم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الناس لهم تبع. وهذا أمر لا ينبغي أن يختلف العقلاء فيه، لا ينبغي أن يختلف العقلاء فيه، لأنه يتفق مع سنن الله الكونية وسنن الله الشرعية.